الله وبركاته. حقيقة بودي أن أتقدم بالشكر الخاص للدكتور جبار خمار وللمشهد التمثيلي وللعروض الفنية التي قدمها الأساتذة الكرام في قسم الفنية في كلية التربية التي أعطت دلالة كبيرة جدا على هذه الظاهرة وتؤكد على أن الجانب المهم في هذه الظاهرة فيما يتصل بالحلول هو يرتبط بالوعي. ولذلك نتمنى من الحضور الكريم أن يأخذوا العبرة مما شاهدوا جميعا، ونؤكد أن مسرح الحياة يتحفنا يوميا بالكثير من المؤشرات التي تؤكد على وجود هذه الظاهرة الخطيرة جدا والتي أخذت أبعادها في المجتمع ومأخذ كبير جدا. نحيي الحضور الكريم في الندوة الحوارية وهم أعلام في اختصاصاتهم وفي درجاتهم العلمية وفي مقاماتهم. الأستاذ المساعد الدكتور عثمان عبد الزهر الجنادي أستاذ في كلية الطب جامعة الكوفة. طبعا سنذكر الأسماء ومكان العمل اختصارا للوقت لأننا في وقت حرج جدا، ونريد أن نؤكد على الظاهرة التي قد اجتمعنا من أجلها. والأستاذ المساعد الدكتور ليث علي يونس من جامعة جابر كلية الصيدلة، والأستاذ الدكتور فواد كب الفاضلي من كلية الفقه، والرائد حسن محمد من مكتب مكافحة المخدرات، والدكتور معنا عبد الحسن أهلا وسهلا به ومحدثكم في هذه منظمة منسقا لهذه الندوة الحوارية. حقيقة العنوان في هذه الندوة مهم جدا وهو الدواء والحلول. نحتاج إلى بينة ما الداعي لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل ظاهرة مهمة جدا ونتلمس لأبعادها، مع التأكيد على شيء مهم أود القول ولا أتردد في بيانه: لا توجد إجراءات فعلية واقعية للحد من هذه الظاهرة، وأنا مسؤول عن كلامي. مجرد إعلانات وهي تفتك في المجتمع وتفتك بأهم شريحة في المجتمع لسنوات، والدكتور على دراية أنني في تماس مباشر مع لجنة الحد من المخدرات في المحافظة. إلى الآن خطواتها محدودة جدا ولا تلامس الواقع الذي بدأ بالانتشار وبدأ بالتغلغل وبدأ بأخذ مأخذه الكبير جدا. لا شك في أننا بهذه الندوة الحوارية سنفتح الباب وسنقدح مجموعة من الأفكار، آمنين بأن يتلو بعد هذه الندوة مؤتمر، وأن يكون المؤتمر بأبعاد، لأن هذه الظاهرة لها أبعاد متعددة: أبعاد طبية وأبعاد نفسية وأبعاد مجتمعية وأبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية وأبعاد ثقافية. علنا في طرح هذه الأفكار أن نرسم برنامج عمل يؤسس للتصدي لهذه الظاهرة الكبيرة جدا والمؤذية والتي أخذت مأخذها في المجتمع. وعلى سالفة أن اللي يدري والماترة ما أدري بعد يكملوها المجتمع، يعني القضية كبيرة جدا. ولذلك اختصارا للوقت نبدأ وبدقائق قليلة تعريفا بالجانب النفسي والجانب الذهني وما يتعلق بالشخصية. جناب الأستاذ الدكتور عثمان عبد الزهر الجنادي لك الكلام، فأهلا وسهلا ومرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالبدء سوف نبدأ بتعريف المادة المخدرة وتعريف الإدماع كي نفهم طبيعة المادة التي تنطبق علينا مواصفات كونها مادة مخدرة. المادة المخدرة هي كل مادة تؤثر في الجهاز العصبي وتؤدي إلى تغييرات فسلجية ووظيفية في الدماغ وبالتالي تغييرات في التفكير وفي السلوك. وهذه التغييرات التي تحدث تجعل من الدماغ أسيرا لها ويطلبها باستمرار. أي مادة تخبط بهذا القانون تعتبر مادة مخدرة. طيب الإدمان ما هو تعريفه؟ عندما يكون الشخص قد وصل إلى مرحلة أنه أصبح أسيرا لهذه المادة أو لهذا السلوك أو لسلوك معين بحيث أنه لا يستطيع تركه يطلبه باستمرار يزداد الطلب عليه وطلب يعني زيادة الكمية باستمرار أصبح أنه هو خاطئ في قانون الإدمان أصبح مدمنا. طيب ما العوامل التي تجعل الشخص مدمن؟ ما العوامل التي تساعد؟ طبعا هناك كثير من العوامل، عوامل قد يعني قسم من العوامل قد لا نعلمها لحد الآن، لكن في الظاهر حسب الدراسات والبحوث هناك عوامل شخصية نفسية للفرد نفسه وعوامل تخص المجتمع. العوامل التي تخص الفرد هي شعور الفرد بالإحباط، شعور الفرد بالكآبة، القلق، التوتر، ضعف الشخصية. فالكثير من الشباب، كثير من الأشخاص يتعاطون كي يشعر بالقوة، كي يشعر بالفعولة، كي يشعر بال يعني التميز. هناك أيضا أسباب أخرى اللي هي الجهل بمادة المخدر. يعني كثير من الناس يستخدمون المواد وليس لديهم علم أنها هي مادة مخدرة. الفقر والأمية أو الثراء الفاحش. كثير من الأشخاص لديهم ثراء فاحش بحيث وحب الاستطلاع بحيث يحب يجرب كل شيء. يعني يكون ضحية ويقع في عيادة المواد المخدرة. طيب العوامل الاجتماعية، التفكك الأسري وكثرة المشاكل الأسرية، الفقر، زيادة المادة المواد المخدرة بالمجتمع وتوفرها ورفض ثمنها. حقيقة في بعض الأيام كانت مواد مخدرة يعني قبل سنة أو سنتين كانت يعني الغرام الواحد مثلاً كريستال كان بسعر $100 وحالياً سعر الغرام الواحد 10,000 دينار. يعني موضوع أكيد أن يكون المواد المخدرة متوفرة ورخيصة يكون الاستخدام مالتها أكثر. صديق السوق، كثرة الأشخاص المتعاطين، الواعز الديني، كل هذه الأمور، تعاطي أحد الأبوين أو كلاهما، كل هذه الأمور تزيد من نسبة التعاطي. طيب ما هي علامات الشخص المدمن؟ كيف أعرف أن هذا الشخص أو أشك أن هذا الشخص لا يعاني من حالة إدمان؟ طبعا هي كمادة مخدرة أكيد بما انه اثرت على العقل وعلى التفكير وعلى السلوك فاذا انها راح يظهر التغييرات عند الشخص بتفكيره بسلوكه تكون كفيله انه احنا نعرف انه هذا الشخص دخل في مرحله الادمان. المواد المخدره تذهب العقل وتضع الشخص تجعل الشخص غير مسيطر على أفعاله، شخص اندفاعي، قد أنه يعني يسرق، يعني يعتدي على الآخرين، يعتدي
يمارس الحرمانات بلا وعي. طبعا يبدي المستوى الذهني والمستوى العمل بالتدني، فيبدي مستوى اذا كان طالب يبدي مستوى دراسي بالتدني والتراجع، غياب المستمر عن اماكن العمل، طلب المتزايد للاموال، بدء الشخص انه يكون شخص انعزالي مزاجه متقدم، اضطرابات في النوم خصوصا هسه المواد المنتشره الاونه الاخيره للمواد المنشطه بالكريستال والصفر واحد، وهي يعني شخص من ياخذها يقعد ممكن 3 أيام 4 أيام ما يقدر ينام. اوكي. بعد مصاحبه زملاء جديده نوع جمعته واصدقائه وبدا انه صاحب زمرة جديدة، تأخر لفترة طويلة خارج المنزل، الحرص على خصوصيته يعني بحيث انه ما يقبل اي شخص يدخل غرفته او يفتش اغراضه، تنتقل علامات ممكن تدل على انه الشخص بدأ بسلوك منحرف، بدأ بسلوك ادمان. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. دكتور شوام، حقيقة على هذا الملخص والإيجاز للدواعي النفسية والذهنية، وأود أضيف شيء أن شبابنا يندفعون لهذه الظاهرة حينما يجد فوضى في ذهنه، حينما يجد تضارب في أفكاره، وبالتالي ما يعرف شيء يسوي ويجد نفسه في فراغ نفسي، وبالتالي هو يدور بحلقة مفرغة. طبعا مسبباتها ضعف الهمة، الإحباط، عدم النشاط، وبالتالي يجد نفسه في خواء يعني يدفعه إلى الوقوع بهذه المشكلة. لا شك في أن الأسباب كثيرة ومتعددة ومتشابكة من الأسباب النفسية التي أوجزها لنا جناب الدكتور، والأسباب الطبية المتعلقة، علما بأن نجد أن الظاهرة في مجملها نجدها في الأدوية أكثر مما هي في المخدرات، هذه حسب المؤشرات التي يعني المعروفة إلى الآن، ولا توجد بيانات دقيقة تؤكد ذلك. يعني نسبة المخدرات الهيروين والحشيش والكوكايين وغيرها هذه لا قليلة جدا مقارنة بالأدوية. وعدنا جناب الأستاذ المساعد الدكتور ليث من كلية الصيدلة جامعة جابر بن حيان يدلي بدلو ويبين لنا يعني هذه الظاهرة، فأهلا وسهلا به. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببداية أحب أشكر جامعة الكوفة، السيد رئيس الجامعة الدكتور ياسر العميري، الدكتور محسن العابدي، عميد كلية التربية الدكتور سيروان الجنابي، والمعاون العلمي دكتورة قبس. شكرا جزيلا لدعوتكم لنا للمشاركة في الموضوع المهم جدا اللي هو فعلا حاليا يعتبر آفة العصر في المجتمعات العربية، خلينا نقول المجتمعات بصورة عامة الغربية والعربية والعراقية، ولكن احنا خصوصا في محافظة النجف الأشرف. للأسف جاي نشوف انه المخدرات كثرت في الوقت الحالي. مو من الصعوبة انه احنا نخدر على كل شيء، كل احنا ممكن ندمن، وهذا الإدمان في شيء جدا بسيط. نضرب مثال بسيط على الإدمان اللي يعني ممكن انه احنا كل احنا جاي نعاني من عنده. واحدة من عندها انه احنا إذا ما شربنا شاي الصبح رأسنا قام يوجعنا، صح؟ وكل احنا نريد شاي مرة مرتين ثلاث مرات، ويكون الشاي دائما يقول لك خلي يخدر، صح؟ ملاحظين هاي الكلمة؟ اوكي، إذا هي هاي الكلمة أحد كلمات جاي نحرر مادة تعتبر في نوع من المخدرات البسيطة، نخلي الشاي على نار هادية حتى تطلع لنا هاي المادة، بالتالي احنا ممكن انه ندمن عليها، وفعلا احنا مدمنين على الشاي. لكن تعتبر هواي انواع مخدرات اخرى موجودة. الرادع الوحيد انه هو التربية، هو مراقبة اهلنا. انه احنا دورنا كاساتذه كاباء المفروض انه نراقب ابنائنا، نراقب طلابنا، ونشوف يعني حاجاتهم الخاصه وظروفهم الخاصه شنو ممكن موجوده بها، نلاحظ العلامات اللي عليهم، هاي كلها ممكن تعتبر الرادع الوحيد للحد من استخدام المخدرات.
طبعا قواتنا الامنيه مكافحه المخدرات لهم دور كلش قوي، لكن الريف بعد اكثر. طبعا للاسف انه يقسم المخدرات او خلينا نقول الاصناف اللي تستخدم المخدرات الى قسمين. القسم الاول اللي هو متعاطي، هذا متعاطي اتوقع على ضحيه، المفروض انه احنا نوعا ما نخفف يعني القانون عليه. اعتقد بعدين الاستاذ حسن راح يوضح هذا الموضوع. لكن مروج المخدرات، مروج المخدرات هو الشخص الوحيد المفروض ان يحاسب، ويحاسب بشده وبقوه. اوكي، ان بعض الكافيات او الكازينوات الموجوده هو يعتبر مصدر اساس لتوزيع هذه المخدرات. مثل ما عرفنا انه مخدرات موجوده لكن اسعارها غاليه كلش، فما ممكن انه اي شخص ممكن يشتريها او يجيبها. لكن اكو بعض البدائل. مرات احنا الشخص من يفقد الى شيء يبدي يبحث، البحث عن المجهول او البحث عن الشيء ما موجود ممكن. نعم، جانب الدوائي هو يعني هو المتاح. راح ادخل من اول على الدكتور فاضل. اذا احنا بما انه هاي الادويه هي ممكن انه تكون غاليه او صعبه، فراح نضطر الى وجود بعض الادويه الرخيصه. اذا اكو علاجات رخيصه موجوده في الصيدليات ممكن اي شخص ياخذها ويستخدمها كمخدر. طبعا اكو بالصيدليات مؤثرات عقليه واكو مخدرات. المؤثرات العقليه اذا استخدمت بشكل بسيط وبشكل لغرض امراض طبيه ما تعتبر فد عامل محفز على الادمان، لكن جاي يستخدموها بشكل مفرط. راح ناخذ مجموعه ادويه كوني انا صيدلاني وموجود بصيدليتي، اشوف ايش هي الشغلات اللي هاي الفتره كثر القرار عليها. نلقى انه واحده من المواد اللي كثر القرار عليها هي حب الباراسيتامول. لقينا انه اكو فطلب عليه كلش هوايه، فعرفنا انه الباراسيتامول ينوخذ ينطحن ويتقلب بهاي النرجيله البسيطه، بالتالي ممكن يطلع لنا فد غازات واخرى بعد تفاعلها وممكن انه يدمن عليها الشخص. غير الباراسيتامول مجموعه ادويه اخرى استخدمت وراقبناها انه تكثر صرف عليها هي ماده الالامين، حب الالامين اللي هي ماده ضد الحساسيه انتي هيستامين، لكن للاسف انه تعبر جدار العقل بالتالي نوعا ما تخلي الشخص ينام فايضا ادمنوا عليها. الفترات الاخيره لقينا طلب على المحرار الزئبقي. احنا نعطي محرار بسيط لكن يقول لك احنا نريد هذا المحرار الكبير. اوكي، لقينا انه يكسرون المحرار ويضعون الزئبق وبالتالي ايضا يذبوه. فهذا انه دور القوات الامنيه بمكافحه هاي العوامل بملاحقتها خاصه بالكازينوات الخاصه بالنراجيل ويشوفون انه هاي المواد متوفره او ما متوفره. طبعا احنا كصيادله ما مستحيل نصرف وصفة أو نصرف مادة علاجية إن كانت مؤثر عقلي أو كان مخدر بدون وصفة طبية. لكن هم أحب أنه بما أنه كان موجود أستاذ حسن أنبه على فد شيء جاي إحنا من عاني من عنده، أنه يجينا شخص فعلا محتاج إلى مادة اللي هي مؤثر عقلي نصرفها بوصفة طبية صادرة من طبيب. هاي الوصفة بعد ما نصرفها نختم عليها إحنا كصيادلة حتى نعرف أنه هاي الوصفة صرفت لمرة واحدة. مرات توجيهات الدكتور يقول انه تصرف لمرتين او ثلاث مرات، فمن يشوف عليها ختم واحد وتصرف لمره واحده فاوكي احنا نصرفها مره واحده، اذا كان عليها ختم وتصرف لمرتين بعد نصرفها مره ثالثه. لكن هاي الوصفه للاسف من جاي توقع بيد القوات الامنيه او القوات مكافحه المخدرات يكون عليها ختم الصيدليه ايضا جاي يسبب لنا مشاكل احنا كصيادله بدورنا احنا صارفين على العلاج. ما احاول انه اطول عليكم الموضوع لانه الموضوع هو صراحه يعني كبير وكلام كل ما احنا ممكن انه نتكلم بشكل اكثر ممكن انه نغطي الموضوع بشكل اقوى، لكن المفروض انه احنا دورنا كاباء وكاساتذه متابعه ابنائنا بالبيت وابناء الطلبه ونشوف شنو هاي الشغلات اللي ممكن انه تبين على انه شخص متعاطي ممكن انه يكون مدمن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور ليث، حقيقة يعني اكتسبت الكثير من الكلام واشكرك على هذا الطرح العلمي. حقيقة هذه مشكلة قضية الأدوية، هذا الموضوع متعدد يعني مالتي ديمنشن يعني متعدد الأبعاد، لذلك نحتاج إلى نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة بالذات والجانب القانوني والجانب التربوي
يعني بالتالي نحتاج الى تشكيله لجنه الحد من المخدرات للحديث عن هذا الموضوع. الضحيه فقره الناس، الضحيه الشباب. نشوف الان تجاره الادويه، اذا يسمح لي الدكتور يعني لي، تجاره الادويه تاخذ وديه، يعني اكو الادويه الزائفه الان، التزييف بالادويه، يعني على سبيل المثال شخص عنده سكري وياخذ جنميت، وبعدين بعد فتره اكتشف ان الجنميت هذا اللي يشتري الشريط ب 8000، اكتشف ان هذا الشريط هو مزيف، مو الاصلي، بالتالي لانه ياخذه يشتري ب 8000 وما يشتغل، يعني هذا يعني مزيف، يعني واضحه الصوره. نعم، هسه هذه ضحية منهم عامة الناس المرضى. الضحية الأخرى هي الأدوية المهدئة بشكل عام، يعني أضيف لجناب الدكتور، أكو الأدوية المهدئة، الأدوية المعقلة، الأدوية المسكنة، هذه بدأت تأخذ انتشار يعني واسع جدا، وهناك من يدلي ومن يروج. يعني أنا أشكر الدكتور جبار على يعني شخصية عقله. نعم، المروج لهذه يعني قضية مهمة، هو من بين المتاجرين بالأدوية إذا سمحت لي دكتور، لأن يعني هذا الموضوع خطر جدا وأخذ أبعاد. هناك تجارة يعني بمبالغ طائلة جدا، ومتغلغلين مسيطرين حتى بالجانب السياسي والجانب القانوني والجانب الإداري، وداخلين في كل مؤسسات الدولة حقيقة. يعني بودي ولو يعني اسبق الدكتورة كواكب، اريد نتلمس وجود هذه الظاهرة في الواقع المجتمعي اليوم، دون طبعا يعني دون اعطاء بيانات قد يعني تعارض يعني طبيعة العمل والامان اللي في العمل. جناب الرائد حسن اكيد هو مؤتمن في هذا، مشكور على ذلك يعني، لكن اريد حجم هذه الظاهرة من خلال مؤشرات معينة. فكلامي لك. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكر الصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين، حبيبي اله العالمين ابي القاسم محمد وال بيته الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين. طبعا بدايه اوجه شكري وتقديري الى اعمال كليه التربيه وجميع الجهات الراعيه اللي اقامت هذه الندوه، واتاحت لنا الفرصه لبيان مدى خطوره هذه الظاهره وانتشارها في المجتمع العراقي، كون هذه الظاهره حديثا يعني عن مجتمعنا العراقي. يعتبر العراق قبل 2003 الكل يعرف انه كان ممر للمخدرات والحال بلد مستهلك لهذه المخدرات. طبعا بدايه احب ان اوضح شنو هي المخدرات مثل ما وضحها الدكتور شوان، هي كل ما يشوش العقل والحواس وله تاثيرات جسمانيه وروحيه وعاطفيه تؤدي الى تعطيل الجهاز العصبي او التاثير على الجهاز العصبي، فهي ماده مخدره. وطبعا هذا التعريف عرفه القانون العراقي رقم 50 لسنه 2017 انه كل ماده تاثر على الجهاز العصبي هي ماده مخدره. نتناول الجانب القانوني اذا تسمح لي بس اوضح يعني العنصر القانوني جدا مهم. طبعا قانون المخدرات رقم 50 هذا قانون جديد، سبق اجى بعد القانون رقم 14 اللي كانوا يتعاملون به سابقا. هذا القانون بتدابير علاجيه وجانب عقابي، الجانب العقابي طبعا الماده 27 من القانون تعاقب بالاعدام كل من انتج او استورد او صدر ماده مخدره او دخلها البلاد او اخرجها او حاز عليها. المادة 28 انه تعاقب بالسجن المؤبد او السجن المؤقت. هذه المادة بغرامة لا تقل عن 10 مليون ولا تزيد عن 30 مليون، هذا كله من روج للمادة المخدرة او هيئ مكان للمادة المخدرة بعلمه. حتى لما يتعاطى بس هيئة لهم مكان فهذا هو يعاقب بهذه المادة. كذلك المادة 32 هذه تعاقب المتعاطي اللي يتعاطى مواد مخدرة عقوبة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5 مليون ولا تزيد عن 10 مليون. كذلك المادة 30 كل من هيئ مكان سوى حتى إذا كان مو بعلمه، بس إنه المكان هذا يتعاطون به فهو مساعد قانونيا، مستثنى من هذا الزوج والزوجة إنه ما يعني ما مشمولين بهذه المادة. كذلك المادة 39 من القانون انه ميزه بين المتاجر المخدرات ومتعاطي المخدرات، لان المتعاطي المخدرات هو مريض نفسي، كل دول العالم تتعامل وياه، صحف رياضيين يتعاطون، سياسيين يتعاطون، اشكال يعني. فهذا مريض نفسي، بالتالي انه الواجب الدوله انه تهيئ له مكان يتعالج به ويعيدونه ويسجونه مره ثانيه في المجتمع. اما تاجر المخدرات فهذا مجرم، يعني اللي جاب الماده المخدره يختلف عن المتعاطي.
المادة 39 من القانون رقم 50 انه قالت انه للمحكمة بدل من فرض العقوبة او السجن ايداع المتعاطي في احد المؤسسات الصحية التي تنشئ لهذا الغرض. كذلك المادة 40 انه حددت انه كل شخص يأتي للعلاج من تلقاء نفسه، يقول اني في اتجاه عرض مخدرات اتعالج، فهذا لا يساعد جزائيا ولا يساعد قانونا باعتبار هو قدم نفسه من تلقاء نفسه لغرض العلاج. هذا الجانب القانوني. طبعا ظهرت المخدرات ظهرت حالة المجتمع في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد عام 2014 بعد الهجمات الإرهابية، لأن العراق سابقا كان يعاني من هجمات إرهابية من 2003 إلى 2014. بعد 2014 ظهر التنظيم كربوته بدأ يتلاشى ظهرتنا المخدرات. هذه حرب دولية، يعني موضوع مو موضوع يعني يحتاج لوعي من المجتمع، يحتاج لكل الجهات تتكافل عليه حتى تطلع على هذه الظاهرة، لأن هذه الظاهرة جاي تديرها جهات معينة وكل دول العالم جاي تعالج من الدول المنطقة، يعني مو بس العراق. يعني إذا ما يصير إنه في إجراء معين بخصوص إنه تجفيف منابع المخدرات، فيكون ما كل فائدة من يعني من القبض على المتعاطي، يعني المتعاطي هو بكل الأخوان هو ضحية. يعني كذلك هنا الأهم، وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات قامت بإنشاء أقسام جديدة واستحدثت مديريات جديدة في كل محافظة. يعني كانت مديرية المخدرات شعبة، بعدين تطورت وصارت إلى مستوى قسم، حاليا مديرية عامة للمحافظة، وفتحوا أقسام بالأقضية والنواحي للحد من هذه الظاهرة. كذلك أكو يعني حملة حاليا إنه نوفر أو نهيئ مكان لمعالجة المتعاطين، والسيد المحافظ يعني بالمحافظة نتابع هذا الموضوع. بس المشكلة إحنا على مود تخصيص بناية الكادر الصحي، واحنا كجهات امنيه ما عندنا كل مشكله نوفر الحمايه انه لهذا المكان اللي يتعالجون فيه. عموما انا ما احب اخذ اكثر من وقتي، المخدرات موضوع واسع ما ينعقد بندوه اراده ورشه يعني اكثر من مره، يعني حتى نتكلم كل النواحي. المخدرات اللي منتشره حاليا هي ثلاث انواع. طبعا المخدرات هي مخدرات اما تكون تركيبيه صناعيه واما تكون طبيعيه. مخدرات طبيعيه احنا ما عندنا ابد، ما موجوده. المخدرات الموجوده حاليا كلها صناعيه وسلاح كيميائي، وهي تنقسم ثلاث انواع، انه اما تكون منشطه اللي هي مركبات الامفيتامينات، واما تكون مثبطه اللي هي الحشيش ومشتقاته، واما تكون مهلوسه اللي هي مؤثرات عقليه. واغلبيتها يطوها علاج في بعض الحالات الخاصه، ومن ياخذها الشخص السوي الشخص المريض راح تاثر عليه. المخدرات اللي مشهورة عندنا حاليا هي أول شيء الكريستال ميث، هذه مادة عديمة اللون وراءها تشبه كثير مادة الشيب. هذا طبعا يعتبر من أسوأ أنواع المخدرات بكل دول العالم، لأن من أول جرعة الشخص لا يتعاطى يصير مدمن، يبقى ثلاثة أيام لا يأكل لا يشرب لا ينام، عدوانية عنده كلش قوية، يعني يضرب أبوه يقتل ينتحر أي شيء يسوي أي جريمة يرتكبها. هذا الكريستال هذا طبعا صنعوه بعد الحرب العالمية الثانية كعلاج لعلاج نمو خلايا الدماغ، لأنه هو مادة منشطة، وبعدين اتضح انه هذا يتم جميع خلايا الدماغ. فحضر تصنيعه في 1987 منظمة الصحة العالمية حضر تصنيعه وبدأ يصنع بطرق غير شرعية وكميات، حتى نسب الامفيتامين تكون غير دقيقة، لأن هاي الجهات مو جهات عندها شهادة انتاج، وهذه مجرد خبير كيميائي يصنع هذه المادة. النوع الاخر من المخدرات هو حبوب الكبتاجون اللي يسموها 01، هاي هم بداية صنعوها كعقاقير لعلاج الاطفال اللي عندهم افراط بالحركة، وبالتالي انه ظهرت انه هاي هم لها تولد الادمان والعدوانية وتتلف خلايا الدماغ، والحظر تصنيعها. هاي حبوب تكون صفراء اللي هو تسميات عديدة والوان واشكال، يعني كل اللي بيصنعها يعطيها لون شكلي عجبه وشكلي لانه ما تاخذ شيء ثابت. فحبوب الكبتاجون هم مادة منشطة. والنوع الاخر من المخدرات هو الحشيش، هذه مادة مثبطة، هاي يعني يستخرجوها من اوراق القنب الهندي، يجففون المادة الصمغية ويستخرجونها يكون شكله جوزي ويستنشقونها عن طريق الدخان. هذه ابرز ما موجود حاليا من انواع المخدرات، وهناك جهود يعني جدا حديثة للقضاء على هذه الظاهرة في المحافظة. وشكرا جزيلا. رأيت حسن على هذا الايجاز حقيقة، يعني الفكرية الغرض منها التأثير على عقول الناس ولا سيما فئة الشباب لأجل زرع مواقف سلوكية تبنى فيما بعد بناء على تغيير الجانب الذهني لديهم، ويستتبعه تغيير في الجانب القيمي والجانب الأخلاقي والجانب النفسي. حقيقة يعني ندوتنا يعني هي تفتح
مجموعة أفكار ليس إلا يعني للبدء والشروع بإقامة مؤتمر موسع حول هذه الظاهرة، ونأمل بأصحاب القرار أن رغم إحنا في ندوة يمكن وجهنا دعوات إلى حتى النواب يعني وجهتهم تشريعية ورقابية، يعني وكنا نأمل حضورهم، ويعني كنا نأمل من جهات يعني المحافظة أن يحضر مدراء الشرطة رائد حسن يعني وبالذات المدير مالتكم مدير الشرطة العام في المحافظة لعلاقتهم المباشرة بهذا الموضوع. نعم كنا نأمل أنه نقيب الأطباء نقيب الصيادلة الجانب القانوني نتأمل ذلك في مشاريع مستقبلية في مؤتمر. طبعا ما يحضرون دكتور يعني احنا اللي علينا نسويه ونقدم الدعوات نتأمل يعني بأفكارنا المستقبلية أن يحضرون أن يعني نوجه الدعوات لجهات أخرى فضلا عن التغطية للجانب الإعلامي. الآن هناك جانب شرعي، هناك جانب فقهي، هناك جانب يبين الموقف الشرعي، يبين جانب الالتزام في شخصية الفرد. هذا الجانب مهم جدا علينا يعني مراعاته، وجناب الأستاذ الدكتور كواكب الفاضلي لها الحديث في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا بعد حفظ القادة والمقامات، وشكرا للمساهمين جميعا. من الجانب الديني طبعا لعله ينظر الآخرون كيف نظر الجانب الديني إلى قضية تعاطي المخدرات وتجارتها وحفظها والعمل عليها. تدخل الدين في هذا الموضوع قديما، أنا كنت أركز أن هل أنه هذه القضية موجودة قديما، هل كانت هنالك لها حلول؟ نعم القضية وردت كثيرا تحت عنوان المرخي والمهدئ والمسكن والمنين وكذلك المنون وغيرها، وتناول الفقهاء هذه القضية منذ عهد الشيخ المفيد، كانت له فتوى في هذا وهو المتوفى سنة 413 هجرية، وفتوى أخرى في زمن الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، واستمرت الفتاوى في ذلك إلى عصرنا الحالي، ولعل الداخلين على مكتب السيد السيستاني يجد كثيرا من الاستفتاءات الكبيرة التي تناولت هذه القضية بكل جوانبها، يعني ما تتناوله قضية المرأة من جانب إن كان زوجها من مدمنا، قضية المرأة إذا كانت هي مدمنة وتحتضن طفلا، قضية كسب الحرام ومدى شرعيته وكيف تتعامل الأسرة من خلاله، إضافة إلى ما يخص المدمن. هذا من الجانب التاريخي البسيط والسريع. ايضا تناولت يعني في بحث في ورقتي التي كنت اعددتها ويعني اعددت يعني عرضا كثيرا، هنالك جانب من اين نحصل على الحكم الشرعي للتعاطي والادمان، وكما قلت الفروع الاخرى اللي هي زراعه الافيون وزراعه الحشيش وزراعه الخشخاش وغيرها، حفظها، نقلها، بيعها، شراؤها، المتاجرة بها، التعاطي بها، كل ذلك قد تناولناه في هذا الموضوع من خلال تجريمه وتحريمه بكونه من عدة جوانب. يعني المبنى الفقهي من أين ينطلق الفقيه؟ ينطلق الفقيه أولا بتقسيم الجريمة، هل هي جريمة بحد ذاتها؟ بعضهم قال بذلك إنها بحد ذاتها جريمة، ومنهم قال لا بأنها تحمل على جريمة أخرى من خلال حملها على جريمة المسكرات والذين يتعاملون بمنصوص العلة، وكذلك هنالك من حملها على أنها من الجرائم التي يتناولها العرف وهو المفرق ما بين كون هذه الجريمة أو غير جريمة. المهم في هذا كل الموضوع أنه استطاع الفقهاء أن ينفذوا إلى كل هذه المنافذ، واستطاعوا أن يأتوا الجميع بالاتفاق عند الجميع قديما وحديثا ولدى كل المذاهب بالتحريم، والتحريم الكل يعلم بأنه من عمل به فقد أذم وعوقب، ومن تناهى عنه فقد أثيب، وأيضا له الشكر عند الله وعند المجتمع.
فأسس التحريم الآن نأتي إلى مصادر التحريم. أولا من القرآن الكريم، هناك الآيات الكثيرة، منها آيات الإفساد في الأرض، منها آيات تحريم الخبائث من الأطعمة والأشربة، منها آيات تحريم المسكرات وغيرها من الآيات التي ذكرتها في بحثي. وكذلك لدينا روايات ولكن نشك في سندها، وهي عن آكل البنج. هذا فيه روايات كثيرة لكن نستبعدها لوجود الشكوك في رواتها. أيضا هنالك من القواعد الفقهية، وإضافة إلى القواعد الفقهية لدينا التحريم من خلال لدينا في الفقه الجنائي، نحن أنا أستاذ الفقه الجنائي، لدينا عندما يكون هنالك اعتداء على أحد المصالح الخمسة. وما هي المصالح الخمسة؟ هي العقل والدين والنفس والمال والنسل. إذا ما تم الاعتداء على أحدها فيكون هنالك نصا بالعقوبة، مثلا النسل عندما نتعامل مع جريمة الزنا، مثلا المال عندما نتعامل مع جريمة السرقة، مثلا في جرائم الدمج ما بين النفس في جرائم القصاص، الدمج بين اثنين ندخل إلى جريمة المحاربة ومنها ننطلق إلى الإرهاب. فهذه الموسوعة من الكليات الخمس في المخدرات اعتداء عليها جميعا. هنالك اعتداء على العقل، وهنالك اعتداء على النفس كما قال الزملاء، هنالك من يقتل أو ينتحر، يقتل شخص آخر بلا وعي أو ينتحر يقتل نفسه، وهنالك اعتداء على المال هو الكسب، إما بالكسب غير المشروع وإما بإنفاق المال على نحو غير سليم واستباح بذلك. وكذلك هنالك نحو الاعتداء على النسل، وفي هذا أنه قد يرتكب الإنسان الموبقات وغيرها وربما تؤدي إلى الأمور أخرى. تناولت أيضا التصحيح لهذا الأمر من قبل الشريعة. نحن لا نخلو من ثلاث: أن تكون المعالجة الوقائية وهي علاقة الإنسان بنفسه وبربه ومن ثم علاقته بأسرته، وأيضا لدينا المنظومة الإجرائية اللي هي أنه كيف نتعامل مع هذه من خلال المجتمع وسلامته وقوانينه وأخرى، وبالتأخير بالتأكيد يعني أخيرا تكون هنالك المنظومة العلاجية عن طريق القانون والحبس وغيرها من الأمور الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكرا لكم على استماعكم. شكرا جزيلا دكتورة، وأيضا التوصيتين دكتورة. نعم دكتور شوان أضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط توضيح، فقط توضيح لأنه يعني هسه أصبح لدى الكل مفهوم أن الأدوية النفسية هي مؤثرات عقلية وتسبب الإدمان. الجواب ليس كذلك. الأدوية النفسية تنقسم إلى قسمين: علاج، علاجية ومهدئات. المهدئات عادة ما تكون ضمن الأدوية التي تسبب الإدمان أو الاعتمادية النفسية، لكن العلاجات لا تسبب الإدمان قطعاً. فأنا من أروح أراجع طبيب نفسي ويعطيني علاجات نهائياً ما تسبب الإدمان، ومهما استمريت عليها بسهولة أقطعها بدون أي عارض أو بدون أي تبعات. شكراً جزيلاً. أود الإشارة إلى شيء مهم، أن العلاج هو لا يتصور البعض أن العلاج هو مجموعة يعني أدوية معينة أو وصفة طبية معينة، لا، هو بروتوكول علاجي، لأن يتناول الجانب الصحي الفسلجي يعني الطبي والجانب الذهني والجانب السيكولوجي من خلال العلاج النفسي والجانب التوعوي، وهذا مهم جدا، الجانب الثقافي، إعادة أكون مفهوم دائما نحن نكرر إعادة ترميم ذواتنا، يعني حتى ما تنطبق علينا يعني الآية الكريمة سكارى وما هم بسكارى. نعم دكتور ليف عندك كلام تفضل. عفوا، بالنسبة مثل ما قال الدكتور إشوان، فممكن العلاجات هي تعتبر علاجات ممكن نريد من عليها الشخص، العلاجات إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة فهي علاج لغرض مرض، لكن استخدامها المفرط لغير المرض ممكن انه يعتمد ويحول الحاله الى ادمان. احد الحالات اللي صارت فيها انا كنت مستني مطبق
اجى احد من الناس اشترى من عندي علبه زجاج شراب، اوكي؟ فمن اخذها هناك رجعت مره ثانيه قال لي انكسرت هاي العلبه، فاجى اخذ واحده ثانيه طبعا يكون طالب يعني، اجى اخذ واحده ثانيه وراس الركن مال الصيدليه طلعت لي برا شفتها فتحها وشربها بشكل كامل، فبعدين عرفت انه تحتوي على ماده الكوداني. فهاي العلاج هذا علاج استخدم لاغراض السعال، لكن استخدامها المفروض بغير المرض يعتبر هو احد انواع الادمان. شكرا جزيلا. نعم شكرا دكتور ليث. اود الاشاره الى ان يعني هذا الموضوع بالجانب القانوني، الجانب يعني الاجتماعي، الجانب الطبي. الجانب القانوني اشتغلنا بسنوات في جامعه الكوفه من كليه الطب، طبعا اشتغل معنا الدكتور عرفات الدجيلي، وايضا من كليه الصيدله كان دكتور محمد خيله ركابي، والدكتور علي كاشف الغضب من كليه القانون. اشتغلنا على يعني مراجعة قانون الحد من المخدرات، القانون بصيغته الأولية قديم، كان بطلب من أحد النواب في الدورة مو السابقة السابقة. نعم. الطلب مع الأسف يعني اشتغلنا عليه وتعبنا وقدمناه لجناب النائب، ولكن يعني تعديلنا وطلبنا يظهر يعني نام بأدراج المكاتب، إلى أن بعد حين سمعنا من خلال وسائل الإعلام أن هذا القانون قد أثير مرة أخرى في أروقة مجلس النواب، ولكننا لم نجد لهذا القانون ظهور. يعني المشكلة وين؟ المشكلة أنه أكو مساواة ما بين تاجر المخدرات اللي هو يعني عمله كبير جدا، وما بين اللي يلقون بجيبه حباية من هذا الصفر كريستال. نعم اللي ذكرته. زين هذه مشكلة كبيرة جدا. المشكلة قانونية، المشكلة ثقافية، المشكلة صحية، المشكلة تربوية، المشكلة بالأدوية بالعقاقير، المشكلة الاقتصادية، المشكلة السياسية. هناك من يؤيد الغطاء. نعم احنا عندنا أهمية حزب وأكثر، يعني خلينا نقول هناك جهات سياسية تهيئ الغطاء وتسند من يدخل بهذا الطريق المؤذي في المجتمع. وهناك جهات دولية تشتغل على الموضوع، جهات دولية، واحنا بلدنا صار متاح. هناك جملة استنتاجات حقيقة يلخصها لنا جناب الدكتور عبد الحسن، مشكور على إدارته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكري وتقديري لعمادة كلية التربية على هذه الندوة النوعية، والشكر موصول لكل الجهات الراعية والمشاركة والمساهمة. محدثكم الأستاذ المساعد الدكتور عبد الحسن عباس حسن، مدير مركز التعليم المستمر بجامعة جابر نحيان الطبية. أهم الاستنتاجات لهذه الندوة التي استقرأتها من كلام السادة المحاورين، فيما يخص الجانب النفسي فإن تعاطي المخدرات هو محاولة للظهور بالقوة وإبراز الفحولة وتجربة كل ما هو جديد. التوعية مهمة بالنسبة لمواد المخدرة، وأيضا محاربة الفقر والأمية كلاهما من عوامل التناول وتعاطي المخدرات، وأيضا عكسها أثر الفاحش قد يؤدي إلى تعاطيها. التفكك الأسري والعمل على معالجته، قلة الوازع الديني، كل هذا عوامل تؤدي إلى زيادة التعاطي. هناك أعراض تظهر على المتعاطي منها الانعزالية واضطرابات النوم، ومن العوامل المؤدية للتعاطي من أصدقاء السوء والتأخر خارج المنزل. من الاستنتاجات التي قرأناها واستنتجناها من كلام الدكتور ليث فخر الدين أن الإدمان أنواع، ومنه إدمان على بعض الأدوية، وهناك الكثير من الأدوية ذات الاستعمال المزدوج. وأيضا أشار الدكتور إلى أن غلاء المخدرات قد معه يتم اللجوء إلى تعاطي بعض الأدوية ذات الاستعمال المزدوج بسبب غلاء المخدرات. أما فيما يخص الجانب الأمني فإن القانون العراقي له معالجتين طبية وعقابية. عرض السيد الرائد لهم عقوبات القانون العراقي للمتعاطي وهو مريض نفسيا طبعا والمروج.
تطور جريمة المخدرات في العراق أدى إلى تطورها هيكليا مما أدى إلى استحداث المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ودعا السيد الرائد إلى تخصيص مستشفيات صحية وكوادر مختصة للمعالجة المخدرات المنتشرة في العراق. المنتشرة هي نوعين، تركيبي وطبيعي. الطبيعي غير موجود في العراق، أغلب المخدرات الموجودة في العراق هي مخدرات تركيبية، وهي إما تكون منشطة أو مثبطة أو مهلوسة. فيما يخص الجانب الشرعي فإن للدين رأي عن المخدرات تناولها الفقهاء تحت عناوين المرخي والمسكر والمنوم وغيرها من التسميات والاصطلاحات الفقهية، وأيضا تناولها منذ القديم منذ أيام الشيخ المفيد وحتى الشيخ الطوسي، واستمرت إلى عصرنا متمثلة بآراء سماحة السيد السيستاني دام حفظه. وأيضا الحكم الشرعي للمخدرات هو التحريم والتجريم وحملها على جريمة المسكرات. استطاع الفقهاء الاتفاق والإجماع على أن تناول المخدرات محرم شرعا وجريمة دينية. شكرا جزيلا للسادة الحضور. شكرا جزيلا دكتور عبد الحسن. بقي بإيجاز سريع ونختم به ندوتنا الحوارية. هناك مجموعة من التوصيات أخوان الأعزاء. أولى هذه التوصيات، يعني اتفق المحاضرون على التوصية بإقامة مؤتمر ومجموعة من الأنشطة في يعني مع هذا المؤتمر، هي مجموعة من الورش، مجموعة من الندوات الحوارية، مجموعة من السيمينارات حول هذا الموضوع للتركيز حول هذه القضاء. الجانب الطبي، يعني هناك توصية بإجراء فحص شامل في المجتمع، وفحص موجه ومدروس ومدار وموجه لفئات معينة من الناس. هذه طبعا ما موجودة في مجتمعنا، ولعل الجانب التنفيذي في هذا الأمر حتى أجهزة موجودة عندكم ولا ما أدري، يعني أجهزة القياس نعم هي هذه المشكلة. نأمل احنا نتكلم عن جانب وعندنا مراكز وعندنا مديريات، لكن الأجهزة متطورة متقدمة، احنا نفتقد هذه. بعد المشكلة الأكبر والطامة الكبرى اللي يعني تمت التوصية، إلى الآن لا توجد مستشفيات متخصصة بهذا الجانب ومراكز صحية. هذه يعني توصية يعني جناب الدكتور. هناك يعني الجانب الإعلامي، نؤكد على الجانب الإعلامي من خلال الأعمال الفنية، المشاهد التمثيلية، للفن دور حاضر، الإعلام سلطة رابعة ينفذ إلى المجتمع. نعم نؤكد على هذا الجانب. الجانب التربوي الذي يجب أن يأخذ يعني دورة في الجامعات في المدارس، احنا نأمل وإن شاء الله ختامها مسكا تكون الندوة الحوارية، لكن نأمل أن يكون الحضور يعني مثل ما كان موجود في بداية الفعالية. نعم. والجانب الفقهي نحتاج إلى أن نشدد الخطاب التوعوي، الخطاب الوعظي، الخطاب الذي يشير إلى بناء الإنسان. وفي الختام أؤكد على نقطة مهمة، وهو أن ندعو إلى صيانة الأسرة كوحدة مهمة في المجتمع. اليوم الأسرة مستهدفة في مجتمعنا، هناك عمل ناعم ودقيق موجه إلى الأسرة من أجل التهديم، من أجل التفليش، من أجل زرع الضعف هذا الموجود في بنية الشاب، في بنية الأولاد، في بنية البنات، مستهدفين من أجل تهيئتهم كأرض خصبة المن لانتشار هذه الظاهرة. وفي الختام والختام مسك، نختم ندوتنا هذه بالحمد لله والشكر له على جميع نعمه وفضائله وما أحوجنا إليه، ونحتاج إلى أن ما أحوجنا إلى الإحساس بمعية الله، إلى بناء هذه الفكرة في أذهان طلبتنا، إلى بناء هذا المبدأ التربوي في مشاعر وقيم منظومتنا القيمية عند أبنائنا بناتنا. نحتاج إلى بناء هذا الشيء المهم في داخل أنفسنا لمواجهة الهجمة الشرسة، العاصفة، الأوجاع اللي هي هابة علينا
وفي مقدمة هذه العاصفة هي آفة المخدرات. أرجو أن لا أطلت عليكم وتمسكم الدعاء، والشكر الجزيل لكل من حضر واستمع، والشكر موصول للأساتذة الأجلاء اللي هم أعلام في مجال اختصاصهم، دكتور أشرف، دكتور لي، دكتور عبد الحسن الرائد حسن، ونرحب بهم أنا وأختي الفاضلة الأستاذ الدكتور، هي يعني من الدائرة ليس رابط بها. نعم، شكرا جزيلا.